نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دكتور فادي أحمر. قبل ما نكمل حديثنا لنطلع منه على دور لبنان ودور الحكومة بعملية التبادل بالأمس. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف معالي الوزير رشيد درباز. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير ست رولا. صباح الخير للضيف الكريم. في تناولها لعملية التبادل يلي صارت امبارح بين الزبداني والفوعة، معظم الصحف طرحت علامات استفهام عن دور لبنان، دور الحكومة، دور الوزارات المختصة، سيما بظل مواقف لبعض الوزراء أعلنوا فيها أنهم لم يكونوا على علم بتلك العملية. هل الحكومة كانت جزء من هذه العملية؟ يعني هل كانت على علم فيها؟ الحكومة ليست على علم، وأنا كوزير في هذه الحكومة لست على علم، ولكن حكومة لا تجتمع ولا تستطيع أن تتخذ قرارات في ظل دهم استحقاقات معينة هي في حقيقتها استحقاقات إقليمية ودولية. نعم. يتأثر بها لبنان مباشرة برعاية الأمم المتحدة وتحت سقف قرار دولي وقرار مجلس الأمن، فإن لبنان إذا كان قد أسهم إسهاما طيبا في بداية وضع حل سياسي للمنطقة قيد التنفيذ، فهذا يعني أن لبنان ليس مستبعدا عن هذا الحل، وأنه مستفيد حتما من إقرار وقف إطلاق النار في سوريا، وأن السوريين الذين جاءوا إلى لبنان قد جاءوا في عبور بريء. نعم. ليذهبوا إلى سوريا، كما أن السوريين الذين أتوا من الزبداني ذهبوا إلى المطار مباشرة إلى تركيا. أنا لا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى مثل هذا القدر من الإثارة والاضطراب. لم تخترق السيادة اللبنانية، إذ أن الإجراءات التي تمت قد تمت بمعرفة الأجهزة الأمنية المختصة، وهذا نعم. أمر لا يمكن أن يتم بدون إرادة أو معرفة الأجهزة وتدبيرها، وهذا أيضا يتم بمعرفة وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وهذه أمور واضحة تماما. أعتقد أن المسألة تحتاج إلى بعض الروية، ولا يجوز لنا أن نثير هذه المسائل، فالسيادة لم تنتهك لأنها لم تحدث قصرا ورغما عنا، وإنما بمعرفة المرجعية. عندما يتعطل مجلس وزراء فإن المرجعيات لا تستطيع أن تكون معطلة. معالي الوزير، بهالمجال هل يعني انوضعت خطة لإعادة من عادوا إلى مناطق بسوريا، يعني من عادوا من الفوعة إلى سوريا، يعني رح يرجعوا؟ في خطة موضوعة اليوم كل الأخبار رولا بتقول إنه رجعوا، راحوا على سوريا، يعني عبور رايزين على إلى 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 بلادهم. علما انه بدي اقول لك اني انا يعني كوزير مسؤول عن شؤون اللاجئين اقول لك انه لا لجوء بعد اليوم او بعد 15/1 او 5/1/2015. نحن لم نعد نقبل لاجئين، ولم يسجل اي لاجئ الا حالات استثنائيه نادره انسانيه اتفق عليها، واذا كان هؤلاء سيبقون هنا فانهم لن يكونوا بصفه لاجئين، وإذا كان ثمة إعادة نظر في هذا الموضوع فالمسألة تقتضي عقد مجلس الوزراء ليتخذ قرارات مناقضة لما كان يتخذه في السابق، وهذا لن يحصل. هل يمكن التأسيس على عملية الأمس للتفاؤل بإمكان الإفراج عن الأسرى الموجودين لدى داعش كون تركيا؟ لا أستطيع أن أربط بين هذا وذاك، وأعتقد أن الرابط واهن جدا، ولكنني أنا أقول أن ما جرى بالأمس هو بداية لكي نرى قرار مجلس الأمن وقد بدأ طريقه للتطبيق. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة التي لن تطول ستكون مرحلة وقف إطلاق النار، وعليه فإنني أقترح على كل المعنيين في الدولة اللبنانية أن نعد العدة لاستثمار وقف إطلاق النار. نعم. وذلك
بوضع الخطط اللازمة لتشجيع وتحفيز الإخوة السوريين الموجودين في لبنان للعودة إلى وطنهم. وهذا لن يتم فقط بالدعوات الصالحات ولا بالتمنيات، وإنما بخطط محكمة وبتمويل واضح ولوجستيك بين. وأيضا كل هذا لن يتأتى لنا أن نفعله إذا لم تكن هناك وحدة كلمة لبنانية حول الموضوع. طيب إذا كان ما فينا نربط بين عنوان الأسرة وعنوان عملية التبادل بالأمس، هل فينا نربط عنوان التبادل بعودة العمل لمجلس الوزراء بالمرحلة اللي جاية من شان يعني ما حدث ربما يكون حافزا لكل المعترضين أو لكل المعطلين لكي يعيدوا النظر بموقفهم. فالدولة إذا لم تكن قادرة على اتخاذ قراراتها وفقا للأصول الرسمية فإن الحاجة التي هي أم الاختراع كما تعلمين ستلزم المرجعيات لاتخاذ قرارات يوافق عليها بعد ذلك مجلس الوزراء أو يعترض عليها. نعم. ولكن الحياة لن تتوقف عند إرادة من أراد أن يعطل. يعني بمسألة أخرى هيك سؤال أخير، بعرف عم كتر عليك أسئلة مع الوزير، موضوع النفايات بس لو بتطمننا مشي خلاص نوضع على سكة الحل، وأي متى سترفع النفايات الجاثمة على يعني صدور أنا المواطنين؟ أعتقد أن التوقيع تم بالأمس أو سيتم اليوم، لأن كانت أداة للعقود من خلال مجلس الإنماء والإعمار استمهل لإنجازها حتى يوم الاثنين أي أمس. أظن أن الأمور لا تقف في وجهها أي معقبات. وسترفع تلك الموجودة بالشوارع من 6 طبعاً طبعاً كلها سترفع، كلها مشمولة. شكراً معالي الوزير رشيد درباس على هذه المشاركة معنا. إذا أعود تباعاً لكل المواضيع اللي سألته عنها لمعالي الوزير، فاجأك جوابه أنه الحكومة لم تكن على علم؟ صراحة لا ما تفاجأت، بس كان صريح فيه مع الوزير وهيدا بنعرفه عنه أنه صريح. نعم. هو كثير مش بس وزير بالحكومة، قريب من رئيس من الحكومة سلام. يعني رئيس سلام قال الحكومة ما كانت على علم، بس ما بدها هالقد تنعمل المسألة الدراماتيكية. انه صحيح، لانه مثل ما قلنا من شوي انه قضية انسانية، ولكن مثل ما يعني ما بدنا نعيد الحديث الفكرة بعدين برهان اضافي على ضعف السلطة المركزية في لبنان، وهون لا يمكن ان يستمر لبنان بهذا الضعف في السلطة المركزية، مش من صالح احد. هلا ممكن مرحليا يكون من صالح طرف هو حزب الله، لأنه هو القوي عنده سياسته إن كان بالداخل أو بالخارج بسوريا أو مع إيران أو مع إسرائيل، ولا عنده سياسته الإقليمية يعني اللي هي بيعملها بمعزل عن السلطة المركزية الحكومة اللبنانية والإجماع اللبناني، ممكن هو يكون مستفيد. ولكن حتى حزب الله مستفيد مرحليا منه، وطول مرحلية مش على شهر وشهرين، مرحليا على سنوات. نعم، ولكن سلطة مركزية قوية في لبنان. نعم. هي خدمة للكل. الضعف الضعف بمحل معين دكتور أحمد، إذا ما نشوف النصف الملقان من الكوب كمان منه بيوفر على لبنان أو بجنبه تحمل تداعيات أو تبعات تورط حزب الله بالقتال بسوريا، أنه بينقال أنه أقوى من قدرة لبنان على مجابهة هالأمر. ما بعرف إذا فهمت علي. لا فهمت عليك السؤال، بس لا أبدا صراحة اسمحي لي أقول لك إنه لا مش هيك. يعني وقت بيكون في إنسان عنده 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 عنده, عنده مشكلة كبيرة، مش إنه المشكلة الصغيرة بتصير إنه معلش أحلى ما نوقع بمشكلة أصغر. في مشكلة كبيرة هي ضعف السلطة المركزية، أسبابها واضحة. نعم. والبراهين عليها أو الاستحقاقات اللي عم بتأكد أضعف السلطة المركزية عم تتوالى، وهيدا شيء طبيعي. يعني هيدي نحن عم نعيش نتائج ضعف السلطة المركزية في لبنان. السلطة المركزية مش ممكن يكفي البلد هيك، لا رئيس لا حكومة. وزير بالحكومة عم بيقول نحن ما معنا خبر، ما في مجلس نواب، وفي طرف أساسي مسلح وعنده سياسته الإقليمية وجارر البلد، يعني بكل معنى الكلمه، يعني اسمحي لي عم عبر عنها باللبناني، جارر البلد وراه. طيب. يعني احنا بكره تبعات، انا ليش حكيت عم لك من شوي انه السوريين بالزمانات امنوا البقاع، امنوا الامن القومي السوري من لبنان بالبقاع، ولكن السوري كان دوله وحتى دفع الثمن. دفع الثمن. هلا عم يدفع هلا جزء من الثمن عم يدفعه. هل كيف لبنان طرف هو الحلقه الاضعف بالمنطقه وطرف فيه عم بيورط لبنان
بكل هالشعب. هل بتخاف لبنان يدفع ثمن بعد كلام الأمين العام لحزب الله إثر اغتيال سمير الانطار عن أنه رح يكون في رد؟ اليوم يحيى جابر بجريدة الشرق بيسأل هل الرد سيكون من لبنان نقطة ثقل حزب الله وهو أمر مستبعد بنسبة عالية جدا لعدة أسباب، أم بمكان آخر خارج لبنان؟ وأين رد من لبنان أو من الخارج؟ أول شيء خلينا ننطلق من مصلحتهم اليوم أن يكون في حرب جديدة على لبنان. خلينا ننطلق من كلام السيد نصر الله الأخير قال نهار الأحد بذكرى الأسبوع للشهيد الأنطار، قال أقول للصديق وللعدو، رجع للصديق والعدو، نعم، أيا تكن التبعات والتهديدات التي طبعا لا نخافها نحن لا نستطيع، يعني سوف يرد على هذا، سوف يثأر لهذا الاغتيال أيا تكن التبعات والتهديدات التي لا طبعا لا نخافها، بكف الحديث. صديقه بالمنطقة جغرافيا، يعني الصديق بالجغرافيا ممكن يكون الرد منها هو سوريا وبلبنان. بسوريا صديقه هو النظام. النظام إذا رد من الجولان لا يتأثر، لأنه أساسا جبهة الجولان اليوم النظام لا يسيطر عليها. نعم. لا يسيطر عليها وقواته بعيدة، وأي تدخل وأي رد من جبهة الجولان لن يؤثر لا على ضعف النظام أكثر ولا على زيادة قوة أكثر أبدا. الصديق حزب هو بالداخل اللبناني. كان حلفاء اللبنانيين. فإذا الرد بده يكون من لبنان يمكن عم بيقولوا لأصدقاء إنه كمان إحنا أي تكن تبعات أنا بدي رد. هلا الرد بده يكون من لبنان او من او من او من من جبهه الجنوب او من جبه او من مزارع شبه او الجنوب او من الجولان. اذا بدنا نشوف الوضعيه هلا بسوريا وبلبنان، في عنا القرار 1701 اللي هو بيحتم انه حزب الله ما له تواجد عسكري هناك، وهيدا اكيد ما اذا قرر حزب الله انه يرد من جبهه الجنوب ما حيكون عائق قدامه. بس بالجولان انا بستصعب انه حزب الله يقدر يرد هون من بعد التدخل العسكري الروسي، ومن بعد خاصه التنسيق الروسي الاسرائيلي اللي بين بمقتل بالغارب الاغاره اللي صارت على سمير وادت الى استشهاد سمير الانطار. هون انا برايي انه الروس من لحظه دخولهم حتى قبل دخولهم العسكري المباشر بالحرب السوريه ونزلوا العسكري بمنطقه اللاذقيه، هن مطمنين بين الاسرائيليين انه امنكم القومي مؤمن بسوريا. وعشان هيك نحن شفنا قبل استشهاد الانطار شفنا انه تم اغتيال جهاد مغني وجنرال اسرائيلي بمنطقه بمحافظه الانيطره او السويدة. لكن بالماضي ما كان التدخل العسكري الروسي مباشر، ما انتبهنا انه ممكن في تنسيق مخابرات اسرائيلي روسي. اليوم بمساله الانطار لا شك في تنسيق، انا برايي لا شك والاداره موسكو اكثر من مناسبه طمنت اسرائيل انه امنكم القومي محفوظ من الجهه السوريه. بالتالي انطلاقا من هون، هل يمكن لحزب الله اليوم ولايران معه انه يقوموا بعمليه انطلاقا من الجولان للرد على اسرائيل والثائر للقنطار؟ انا بستصعب. نعم، لانه هلا الروسي هو الطرف الاقوى، يعني الرد رح ينحصر اذا وجد من لبنان، رح يكون انا بعتقد اذا بده حزب الله يكفي يعني بالرد. نعم. بالطريقه التقليديه اللي بنعرفها انطلاقا من جبهه، يمكن يكون الرد يعني تركها مفتوحه السيد نصر الله بكلامه، وانه ممكن يكون في اي مكان في العالم يعني. نعم. ممكن يكون ما بعرف باي مصلحه، باي سفاره اسرائيليه، باي مرفق اسرائيلي، ولكن اذا بده يكون بالطريقه التقليديه انا بشوف انه جبهه الجولان صارت صعبه عليه من بعد الدخول الروسي والدخول الروسي اللي واحد من اهدافه انه حد من 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 النفوذ الايراني ونفوذ حزب الله بسوريا. قبل ما انقل للموضوع الرئاسي، في ملاحظه بتتعلق بمساله التبادل ما سالتك عنها، وهلا رجعت للفكره يلي عرضها رضوان عقيل اليوم بمقاله بجريده النهار. بيقول من بعد ادخال الجرحى والاطفال ببلدتي الفوعة وكفرية الشيعيتين المحاصرتين بريف ادلب، ومن بعد ما ترك حزب الله مسألة النفايات والسياحة والزراعة للحكومة والقوى الممثلة بالحكومة، هو يرفع شعار جديد امن المجتمع الشيعي فوق كل اعتبار. كمان هيدا الشعار منو جديد على مسمع اللبنانيين. هل اليوم حزب الله عم بيقوم بدور معين سبقته اليه احزاب اخرى، وشفنا وين انتهت محاولاتها بهذا السياق؟ اول شيء بالنسبه صحيح امن المجتمع
بحد ذاته كشعار كان موجود على الساحه اللبنانيه، كان وقتها نعم. بالقوات اللبنانيه امن المجتمع المسيحي فوق كل نعم. اعتبار. بالنسبه لحزب الله والطائفه الشيعيه كمان الشعار منه جديد، نحن بنعرف انه حزب الله كان بهالوضوح. حزب الله صحيح مقاومه لبنانيه عم بيواجه اسرائيل كان اللي كانت محتله لارض لبنانيه، ولكن كمان عنده سياسه شيعيه واضحه. نعم، ولكن وسع وراء حدود لبنان. يعني اذا بتتذكر سترولا اول دخول تدخل لحزب الله بسوريا شو كانت الحجه التبرير له؟ هو مقام السيده ست زينب، مش هيك؟ بالتالي مقام شيعي. يعني نحن ما انه القصه منا خايفه، بالتالي لا، بالنسبه لحزب الله امن المجتمع الشيعي فوق كل اعتبار واضحه بالنسبه له. ولكن اكثر هذه المقوله منقوله بالمقال عن لسان قيادي ب 14 اذار، هو شاف الامور بهذا الشكل، عبر عنها لانه الشعار رائج يعني بالمجتمع اللبناني، بالوسط السياسي اللبناني معروف. اكثر من هيك، واحد من التدخلات الروسيه بسوريا هي انزعاج الروس من السياسه الطائفيه الايرانيه واللي حزب الله هو جزء منها. وبينت لانه بنعرف انه ايران كانت عم تاسس لمقاومه بالجولان، مقاومه بعدها عم تاسسها، حزب الله هو شريك اساسي فيها. اكيد المقاومه حتكون سنيه، مقاومه شيعيه، يعني او ممكن يكون في تدخل، ممكن يكون في مشاركه للدروز اللي هن ديموغرافيا هن موجودين بالمنطقه، ولكن في 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 لها طابع ديني، في لها طابع مذهبي هيدي المقاومه. اكثر من هيك، سمعنا انه قبل ما تصير معركه ادلب الشهيره، يعني جيش يصير فيها تفاصيل جيش الفتح ويوصلوا على جيش الشغور، كمان حكي عن تاسيس لكتائب حزب الله في سوريا تحديدا بهالضيعتين، يعني هلا انشهروا، قبل ما كانش معروفين للكل، ولكن تاسيس هالكتائب حزب الله اللي هي لها طابع مذهبي شيعي بطبيعه الحال، كمان رح كانت ممكن تكون بادلب وبمنطقه حمص، مطرح ما في كمان احياء علويه، واحد منهم الزهراء مطرح ما صار الانفجار بالامس. فبالتالي واحد من هيدي السياسه الشيعيه واضحه، وهيدي واحده من احدى الاسباب اللي زعجت الروس وقالت له انه لوين رايحين بعد بهالسياسه المذهبيه، تركين يعني الامور بالمنطقه للدور الايراني بشكل كامل. صحيح. بعد الفاصل الاستحقاق الرئاسي رح ناخد بريك هلا، من بعده مباشره بنكمل بقيه مواضيعنا مع دكتور فادي احمد. لحظات ونعود.